طيب الجزء الأخير في الكونفولوشن إن شاء الله هو الفيس ريكوجنيشن. طبعا الفيس ريكوجنيشن يعني في له تطبيقات عديدة، في أنا عندي فيس فيريفيكيشن وفي عندي الفيس ريكوجنيشن. فيس فيريفيكيشن يعني تعتبر التاسك هذه 1 to 1، فبالتالي أنا عندي الإنبوت، أنا عندي الإيمج تمام، بالإضافة للإسم أو الآي دي، والمطلوب إنه النتورك إنه هي تحكي إنه يعني إنه الصورة هل هي لهذا الشخص صحيحة أو لا، فبالتالي إنه هذه 1 to 1، فبكون في أنا عندي 2 إنبوت، الإيمج بالإضافة للآي دي أو الصورة، ومطلوب إنه النتورك إنه هي تحدد إنه هل فعلا انه الصورة هذه للشخص المحدد هذا اللي هو الاي دي تبعه كذا او الاسم تبعه كذا. طبعا البرفورمانس للنتورك من هالنوع عالي جدا، يعني ممكن يوصل 99% او حتى 99.9%. اما التاسك الثانية اللي هي الريكوجنيشن، فبيكون في عندي هنا داتابيز مكونة من كي من الاشخاص تمام، فبالتالي بيكون انا عندي الانبوت الايمج فقط بدون اي دي، والمطلوب استخراج او الاوتبوت انه يكون الاي دي. فهذه التاسك انا عندي 1 الى كي تمام، بيكون انا عندي الانبوت عبارة عن صورة والمطلوب البحث في كي من الاشخاص عشان احدد انه الصورة هذه مين صاحبها تمام. ف بالضبط بالضبط، فهو بدورش في كل الاشخاص، بس بدور في يعني انا بديله انه صوره بالاضافه لاحمد او الاي دي تبع احمد، وهو بس بدور انه هل الصوره هذه فعلا لاحمد او لا، فبالتالي بنرجع 0 او 1. اما هنا بيكون الانبوت فقط صوره، والمطلوب انه تحديد هذه الصوره لمين، هل هو لاحمد او علي او حسن، فبالتالي بدور في كي من الأشخاص تمام. فبالتالي إنه هذه التاسك أصعب شوية، والبرفورمانس فيها عادة بيكون أقل من التاسك هاي تمام. طيب في عندي حاجة اسمها الوان شوت ليرنينج، يعني هذا المصطلح مهم جدا. في أنا عندي الوان شوت وفي أنا عندي الفيو شوت ليرنينج تمام. الوان شوت ليرنينج مطلوب من الموديل ان هو يتعلم باستخدام one example، الفيو شوت مطلوب من الموديل ان هو يتعلم باستخدام few examples، وهذا يعني غير عن اللي احنا تعودنا عليه. انه احنا انا عندي في الموديل ان انا بكون عندي تريننج سيت كافيه وبدرب عليها، لكن انه في بعض الابلكيشن بيكون يعني فعلا مطلوب مني انه انا اخلي السيستم انه هو يتعلم على وان شوت او فيو شوت اكزامبلز تمام. في اذا بتلاحظوا يعني برضو يعني استدراكا في هذا الموضوع، لو انتم فتحتوا على الهاجينج فيس هذا المصطلح عشان تكونوا فاهمين ايش هو بالضبط، يعني ممكن تدوروا هنا في المودلز وتدوروا هنا من ضمن التاسك، يعني هنا مقسمة تاسك لايبراريز داتا سيت لانجويجز، فانا بدور في التاسك في الكمبيوتر فيجن. في الكمبيوتر فيجن انا في عندي هنا زيرو شوت ايمج كلاسيفيكيشن، فهذا الموديل يعني في كتير من الاوبن اي اي اللي هي اللي عملت للتشات جي بي تي، في موديلز كتيره موجوده هنا اللي هو الفيت اللي هو هذا عباره عن ترانسفورمر، فبالتالي انه يعني هاي مثال انه هو صوره ما دربش عليها يعني قبل هيك، فبالتالي انا بدي له الكلاسز تمام، بدي له الكلاسز هنا انه انا بحط له البوسيبل كلاسز كوما سيبريتد بهذا الشكل، فبالتالي هنا هي الكلاس الاول playing music،
والكلاس الثاني playing sport، فمطلوب تحديد الاكتيفيتي هنا انه هل انه هو play music ولا play sport، فبالتالي انه انا بحدد الكلاسز. فبالتالي الزيرو شوت المطلوب انه هو الموديل انه هو يشتغل على اي كلاس انا بدي اياه باستخدام زيرو تريننج اكزامبلز، بدون اي تريننج اكزامبلز، فهو بتكون مدرب على لارج داتا سيت وانا بحدد الكلاسز. طبعا هنا لما اضغط كومبيوت فبيطلع لي انه بلاي ميوزك 98 او 99% بلاي سبورت بهذا الشكل. ممكن انا احدد، انا عندي الكلاسز انه اقول هورس كات او دوغ، انه هذه صورة هورس ولا دوغ، واعمل كومبيوت. فبالتالي الموديل عمره ما تدرب على هدول الكلاسز، فخلينا نشوف الاداء تبعه، بياخذ شوية وقت. بينما يحسب النتيجة خلينا نشوف، طبعا هذا في الكمبيوتر فيجن، خلينا نشوف نفس الاشي في الـ Natural Language Processing. في الـ Natural Language Processing طبعا هاي كمبيوتر فيجن، هاي الزيرو شوت اللي احنا بنشوفه وبننتظر في النتيجة تبعته. في الـ Natural Language Processing برضه المودلز من هالنوع موجودة، زيرو شوت كلاسيفيكيشن. فصار مفهوم بالنسبة لكم ايش معناه زيرو شوت. ففي عندي زيرو شوت كلاسيفاير من شركة فيسبوك هي اللي بنته، فبالتالي هنا محطوط أنا عندي تكست ومطلوب هنا تصنيف، أنا بحط الكلاسز تبعتي، فأنا البوسيبل كلاسز ايرجنت نوت ايرجنت فون تابلت كمبيوتر، فبالتالي إنه هذا نص ومطلوب التصنيف، وهي التصنيف أنا عندي إنه ايرجنت، هي البروبابيليتي تبعت إنه هذا الكلاس إنه هو أعلى حاجة بهذا الشكل. فبالتالي هنا أنا ممكن أغير الكلاسز تبعتي، خلينا نشوف النتيجة. فبالتالي إنه هنا طلع حيو دوغ 98 وهورس 014، فبالتالي إنه يعني الموديل هذا عنده القدرة إنه هو يتدرب على أي نوع كلاسز أنا بدي إياها. فأنتم ممكن تستخدموها في التطبيقات تبعتكم والأبحاث تبعتكم، يعني بتكون مفيدة جدا لأنه أنتم تحددوا الكلاسز، يعني هذه موديلز مدربة بشكل مسبق ومبنية من قبل عمالقة في التكنولوجي زي الأوبن أي أي والفيسبوك، فبالتالي ممكن إنه هي تساعدكم بشكل كتير كبير. هنا نفس الفكرة إنه هنا هذا النص إنه I have a problem with my iPhone that needs to be resolved as soon as possible. ما دام as soon as possible فبالتالي طبيعي جدا إنه يكون الـ urgent إنه هو أعلى شيء. ممكن أنا أعمل تصنيفات تانية هنا، بدل ما إنه urgent not urgent، ممكن أنا أعمل تصنيف مثلا على سبيل المثال إنه هذه المشكلة متعلقة بالسيارة ولا الفون ولا ايش، او انه مثلا كلاس تاني اللي هو تي في مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انه بعمل كومبيوت، فبالتالي انه بيطلع الفون له اعلى كلاس بهذا الشكل. تمام، ممكن انا احدد هنا انه عشان اذا انا في عندي بايب لاين مثلا انه هذه التيكت انه تيجي للدعم الفني تروح للشخص المختص تبع الايفون ولا تروح تبع الاندرويد، ممكن اعمل تو كلاسز انه اندرويد كوما اي او اس. هو ما عمره ما تعلم لا اندرويد ولا اي او اس ولا هدول الكلاسز، شوفوا كيف الاداء تبعه. فبالتالي هو بيكون اتعلم على لارج داتا سيت، بيكون انه كاشف انه في علاقه بين الايفون والاي او اس، فبالتالي يفترض انه اذا كان فعلا انه يعني الموديل هذا اداؤه كثير كويس انه يطلع لي الكلاس هذا اي او اس، فبالتالي بروح يعني بودي للفني المختص في الاي او اس.
هيطول اكتر من هيك. internal server error. خلينا نعمل compute كمان مرة. اوكي هي طلع اي او اس. فبالتالي انا فعليا انه كلاسز عمره ما شافها ولا انه تعلم عليها. فهي مفهوم الزيرو شوت كلاسيفيكيشن، فهذا مفهوم جدا مهم في الديب ليرنينج انه تتعاملوا معاه وانه يفيدكم. كيف؟ ايش يعني صعب؟ هو يعني هذه المودلز بتكون مبنية، يعني مبنية على لارج داتا سيت ومدربة على كلاسز كتيرة، فهو عنده القدرة انه هو يربط بين كلاسز انا ممكن اقترحها وكلاسز تانية هو اوريدي درب عليها. هذه ممكن ما يكونش متدرب عليها، لكن هو بيكون متدرب على كلاسز تانية، فبالتالي انه فعليا مش محتاج انه انا ادربه على الاندرويد والاي او اس عشان يقدر يصنف هاي الشغلات، لانه بيكون في في النيتورك انه هي بتكون ديب وعنده القدره على التعلم وعلى استخراج فيتشر انه الاي او اس له علاقه بالايفون، فبالتالي انه هاي لها علاقه بهاي، فبالتالي انه هاي الجمله انه التصنيف تبعها راح يكون اي او اس. ونفس الشيء بالنسبه ل للصور، فبالتالي انه يعني ممكن تكون يعني لها علاقه ب يعني هو بكون متدرب على كلاسز كتيرة، وممكن انه يكون هنا انه اطلب منه انه هو يكتشف اكتيفيتيز معينة. هاي في امثلة كتيرة مثلا، تمام، انه اطلب منه انه انا يكتشف اكتيفيتي معينة، فبالتالي انه ممكن انه هو يربط بين الاكتيفيتي وتصنيف الصور. ما دام انا في عندي جيتار وكاد وانا كاتب بلاي ميوزك، فهو يفترض انه يستنتج انه هذه بلاي ميوزك، لانه الميوزك لها علاقه بالجيتار ولها علاقه يعني بغض النظر عن الاوبجكت الثاني اللي موجود. ففي البيبرز اللي، لانه زي ما حكيت انا مطلوب انه حتخص علينا 4 بيبرز في البرزنتيشنز، فانا ممكن انا اضيف بعض الاوراق المتعلقه بالزيرو شوت كلاسيفاير للي مهتم انه يدرس هذا النوع من الاوراق، يعني للي مختاروش يعني. لأنه البرزنتيشنز هذه يفترض انه تصير يعني بحضور الجميع، فانتم يعني الفائده بتعم على الجميع في انه انتم تتعرفوا على هذا الموضوع. نرجع هنا، تمام. ففي انا عندي تو موديلز، وان شوت فيو شوت. وان شوت مطلوب منه انه هو يتعلم على وان اكزامبل، وهذا الكلام مطبق وين؟ في الفيس ريكوجنيشن، تمام. ففي الفيس ريكوجنيشن انا ببني سيستم، مطلوب من السيستم هذا انه يعمل ريكوجنايز للشخص هذا، تمام. فيفترض انه انا بطلب من الموظفين، انا عندي لنفترض انا في عندي 5 موظفين بهذا الشكل، تمام، بطلب منهم صورة واحدة، تمام. الآن هم كل يوم بيجوا بيداوموا فيه، راح يكون إنه أشكالهم مختلفة شوية إن صح التعبير يعني، فبالتالي إنه هذا الشخص وهذا الشخص أو هاي الصورة وهاي الصورة لنفس الشخص، يفترض إنه بناء على الـ one example اللي أنا أعطيته إياه إنه هو يقدر إنه يعمل recognition. بس هذا فعليا صعب جدا، إنه أنا آخذ الصورة الست صور هدول وادخلها على السي ان ان، وادخل انا عندي الاوتبوت لاير هذا انه اعمله سوفت ماكس واخلي انه هو يطلع 6 اوتبوتس، انه يحط واحد اقبال الشخص اللي طلع واصفار مقابل بقية الاشخاص. فعليا انه وان اكزامبل ما بيكفي، فبلجأ لحيلة اللي هي السيميلاريتي. في هذه الحالة بصير في عندي امكانية انه انا استخدم الوان شوت. ايش الوان شوت؟ عفوا، ايش السيميلاريتي؟ بصير في هذه الحاله انه انا بروح بضيف كلاس ثاني هنا، تمام، اللي اسمه اذر، تمام. بصير انه كل صوره انا بتجيني مطلوب مقارنتها بالون اكزامبل اللي موجود انا عندي، واقيس المسافه بينها وبين هدول. فبالتالي انه بحسب المسافة distance بين image واحد و image اثنين، إذا كانت أصغر من أو تساوي تاو أو threshold معينة، فبالتالي إنه هذا الشخص
هو نفس الشخص، تمام؟ وإذا كان أكبر يعني الاختلاف بيناتهم كتير، معنى ذلك إنه هو different person، هذا verification، تمام؟ فلنفترض إنه الصورة هذه دخلتها قارنتها مع هذه الصورة، هذه وهذه طلعت الـ distance 10، هذه طلعت الـ distance point 1. كل ما كانت الـ distance أصغر ولا أكبر بيكون نفس الشخص؟ أصغر، هذه distance، فبالتالي هنا طلعت الـ distance 10، هنا point 1، هنا 9 مثلا، هنا 5، هنا أدر مثلا، يفترض إنه هي تطلع مثلا مقدار كبير مثلا 13 أو حاجة زي هيك. فبالتالي أنا بقيس إنه الـ point 1 هذه إنه طالما أصغر من الـ threshold هاي اللي هي التاو، معنى ذلك إنه هو same person. أكبر لا، مش same person بهذا الشكل، تمام؟ فممكن أنا أتحايل على النتورك واستخدم السيميلاريتي فانكشن او الديستانس فانكشن بحيث انه الوان شوت يظبط معايا. طيب في هذه الحالة الايمج هذه كيف بدي اقارنها؟ الايمج هذول كيف الديستانس فانكشن هذه؟ كيف بيكسل بيكسل ولا كيف؟ اي بوكسات؟ الباوندينج بوكسز، اللاند ماركس. ممكن انه انا استخدم اللاند ماركس، او ممكن استخدم الكونفولوشن فيتشرز. مش احنا اتفقنا انه الفلترز هذول عباره عن فيتشرز بتطلع انا عندي في النهايه، فبالتالي ممكن استخدم هنا كونفنت عاديه، وهذا ما يعرف ب سي ام اس نتورك، ان انا ممكن استخدم كونفنت عاديه زي ما احنا تعودنا، واخر طبقه هنا بدل ما انا اطلع الواي الغيها، تمام، واخذ الاوتبوت فيتشرز اللي هو عباره عن فيكتور. هنا ما دام 128 نيورون، بعتبر انه هنا 128 فيتشر فيكتور. ايش هم الفيتشرز هذول؟ بيعنينيش فيشل فيتشر، فيتشر لها علاقه بالوجه، تمام، وبسميها هنا اكس واحد للصوره هذه، وهنا بطلع فيشل فيتشر او فيس فيتشرز للصوره الثانيه اكس 2. ولما بدي اجي احسب المسافه بين هاي الصوره وهاي الصوره، باخذ ببساطه اللي هو النورم بين حاصل الفرق او الطرح بين هدول الصورتين، يعني ببساطه شديده جدا انا بحسب المسافه بينهم بهذا الشكل. كل ما طلعت المسافه اقل، معنى ذلك انه هدول بيشبهوا بعض اكثر، تمام. فبالتالي مطلوب استخدام كونفنت، واخذ اخر طبقه، وهيك صارت الكونفنت انه ممكن تتعامل مع وان شوت. فبالتالي هنا الباراميتر للنيورال نتورك انه انا اطلع الانكودنج هذا اللي هو في اخر طبقه، تمام. فبالتالي هنا ليرن باراميتر سو ذات انه اذا كانت اكس اي واكس جي للسيم بيرسون، معنى ذلك انه المسافه او حاصل الفرق سمول، وإذا different person بيكون large. طيب نيجي لموضوع الـ threshold، معضلة قديش أحدد إنه والله قديش تكون هذه عشان إنه نعتبر إنه نفس الشخص أو شخص مختلف. عشان أتجنب هذه الشغلة بروح بلجأ لحاجة اسمها اللي هو triplet loss. إيش الـ triplet loss؟ لكل صورة، لكل انكور، تمام، اللي هو اللاند ماركس تبعتي، بروح بجيب بوزيتيف اكزامبل ونيجاتيف اكزامبل. فعشان هيك انا بيكون في عندي الاوريجينال ايمج اي، تمام، الاي الاوريجينال ايمج وبوزيتيف ونيجاتيف. ايش معنات بوزيتيف؟ انه صوره لنفس الشخص، تمام، بس مختلفه شويه، وصورة لشخص مختلف. فبالتالي هو يفترض انه هو يتعلم انه ايش التشابه، ايش حد التشابه وايش حد الاختلاف. فبالتالي انه هذا الشخص هو نفسه هذا الشخص، فبالتالي هذا positive example وهذا negative example. فبالتالي ممكن اعمل صياغة انه طالما الـ FA، الـ F المقصود بها الفيتشرز اللي هي اللي بتطلع من اخر طبقة، انا عندي من الكونف
نت ناقص الاف بي تبع البوزيتيف، طبعا النورم تبعها سكويرد اصغر من او تساوي الاف اي ناقص النورم ناقص الفيتشرز تبعت النيجاتيف، تمام؟ معنى ذلك انه يعني انه الاسامبشن تبعي انه هو صحيح، يعني لكل الاكزامبلز تبعوني لكل الاشخاص اللي موجودين انا عندي، تمام؟ هجيت انا ممكن ادخل باراميترز ثانيه، على سبيل المثال ممكن انا عندي هنا انه انا احسب انه مثلا انه هنا بروح بقسم على المسافه وهنا برضو بقسم على المسافه، تمام؟ وممكن انا احط انا عندي هنا ويت هنا انه مثلا انه يكون اقل بمقدار بهامش مارجن، هذا بدي اعتبره انه هو مارجن عشان احطه مثلا انه يكون 0.2. فبالتالي انا ما تخلصتش من باراميتر عشان ادخل على باراميتر ثاني، بس هذا أأمن شوية. انا بحط انه المعادلة هذه صحيحة وحطيت لها برضه هامش حماية انه تكون اقل وبرضه يكون في عندي هامش 0.2، تمام؟ فبالتالي هنا بصير الديسيجن انه اذا كان بالضبط اذا كانت إن حاصل العملية الحسابية للحدود هذه كلها اللي هي الـ A الصورة الأصلية مع ناقص البوزيتيف تبعها والصورة الأصلية ناقص النيجاتيف تبعها، إنه هدول حاصل طرحهم مع بعض زائد الألفا لسه ضايل أصغر من أو تساوي الصفر، معنى ذلك إنه نفس الشخص. صار أكبر معنى ذلك إنه لا، شخص مختلف، تمام؟ أنا بفكر الصفر شخص مختلف. بالضبط، عشان هيك هذه اللوس فانكشن بنسميها تريبلت. انا في عندي ثلاثة الاي والبي والان البوزيتيف والنيجاتيف، تمام؟ فبالتالي هنا انا بدي احسب اللوس ال اي بي ان، ايش بتساوي؟ ماكس، بتعمل ماكس بين الاثنين اللي حكينا عليه قبل شوية والصفر، تمام؟ فبالتالي إذا كانت أصغر من الصفر حيطلع صفر، وإذا كانت أكبر من الصفر حيختار القيمة الأكبر من الصفر. فبالتالي إنه الكلاس أنا عندي راح يكون يا إما أكبر من الصفر أو صفر، قيمتين لا ثالثة لهما. فبالتالي أنا ممكن أنا أحسب اللوس لهدول الثلاث شغلات، بجمع بحسب اللوس لكل الايمجز انا عندي لكل الاشخاص، انا عندي 6 اشخاص 7 اشخاص بهذا الشكل، تمام؟ طبعا هنا لو كان في عندي هنا 10,000 بيكتشر ل 1000 شخص، تمام؟ طبعا ليش عدد الاشخاص لازم يكون اقل من عدد البيكتشرز؟ لانه كل شخص بده يكون في له 3 صور، تمام؟ صورة الاصلية وصورة بوزيتيف لإله، يعني صورة مختلفة لإله لنفس الشخص، وصورة نيجاتيف لهذا الشخص، تمام؟ فالتريننج سيت بدها تكون مرتبة بهذا الشكل. هاي تريننج اكزامبل تريبلت انكور بوزيتيف نيجاتيف وهكذا لكل الاشخاص تبعتي بهذا الشكل. طيب هل ممكن نحول الفيس فيريفيكيشن لباينري كلاسيفيكيشن؟ احنا اتفقنا انه انا بدي الغي الواي سابقا، هنا حكينا بدي الغي الواي، تمام؟ وبدي اخذ اخر طبقة. طيب لو انا عملت عدة نتوركس مع بعض وهذه اخر طبقة وهذه اخر طبقة ودخلتهم على نيورون وخليت النيورون هذا انه هو يتعلم، تمام؟ بحيث انه يطلع 1 او 0، هل هو ممكن يغنيني عن الكلام هذا اللي احنا حكيناه اللي هي انه نستخدم اللوس فانكشن هذه؟ ممكن انه هو يغنيني على هذا الكلام، وفعلا بالضبط. فهو ممكن يعمل ادجستمنت للويت
اللي تكون مكافئة لهذه المعادلات اللي موجودة في السلايد اللي موجودة أمامكم. تمام؟ فبالتالي إنه بيكون أنا عندي التريننج اكزامبلز بهذا الشكل. طبعا هذا بوزيتيف، هذا A B، هنا اللي بعديه A N، دخلتهم في تريننج اكزامبلز مختلفة. ايه انا اللي بعده اللي بعدها ايه اللي بعدها انه A N، بعدين ايه واللي بعدها A P بهذا الشكل. فبالتالي انه هنا هاي الاكس بهذا الشكل، هذا واحد صفر صفر، مش نفس الشخص، واحد. تمام؟ وهنا الواحد يعني سيم، والصفر بتكون انه ديفرنت. فبالتالي هيك بنكون حولنا انه هذه ل ل ل ل لباينري كلاسيفيكيشن. فبالتالي فعليا الباور تبعت النيورال نتورك والديب نتورك انه فعليا بدل ما انه يعني اعمل معادلات زي هيك واعمل اف والس والكلام هذا كله، ممكن اخلي انه بالضبط النتورك. فانا اذا كنت فاهم صح فعلا ممكن انا اركب نتوركس من هالنوع بحيث انه هي تؤدي تاسك محددة. وهذه هي المهارات اللي يفترض ان انتم تتعلموها في هذا الكورس ان شاء الله. تمام؟ طبعا هيك بنكون انه احنا خلصنا موضوع الكونف نت او الكونفولوشن او الكونفولوشنال نيورال نتورك. تمام؟ يعني بقية المواضيع مش مطلوبة منا في هذا الكورس. المحاضرة الجاية إن شاء الله بنبدأ في الـ RNN.